بطبيعة الأحوال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد وتيرة العنف بين إسرائيل وبين لبنان، وأيضا عدد آخر من الأزمات، نتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتفجر الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة أيضا إلى تحديات اقتصادية من بينها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالميا، وتحديات مناخية، وأيضا انقطاع لسلاسل الإمداد الغذاء والطاقة وغيرها. إلى جانب هذه التحديات، هناك موضوعات أخرى مدرجة على أجندة عمل القادة والرؤساء والزعماء المشاركين في هذه الدورة من دورات انعقاد تجمع دول البريكس، من بينها التحديات المناخية والتحولات والتحول الطاقي باتجاه استخدامات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة. هناك أيضا عدد من القضايا من المنتظر أن يناقشها القادة والزعماء المشاركون في هذه الاجتماعات، من بينها قضايا الشمول المالي والتحول المالي وتوطين التكنولوجيا الذكية وغيرها من هذه القضايا والتحديات. في هذه الأثناء يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصول سيادته عدد كبير من أعضاء الحكومة الروسية والرئيس التتاري رئيس دولة تتارستان، بالإضافة إلى أعضاء السفارة المصرية في موسكو. زيارة هامة من المنتظر أن تسهم في تعزيز التعاون خاصة الاقتصادي والاستثماري بين مصر من جانب وبين دول تجمع البريكس، بما يضمن خلق آفاق جديدة أمام الاستثمار والتجارة البينية بين مصر ودول التجمع. في هذه الأثناء يهبط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض مطار كازان استعدادا لمشاركة سيادته في فعاليات هذه القمة الدورية السنوية الهامة، قمة دول تجمع البريكس لعام 2024. السيد الرئيس يصافح مستقبليه من كبار رجال الدولة التتارية وعلى رأسهم الرئيس التتاري، وأيضا أعضاء الحكومة الروسية، بالإضافة أيضا إلى أعضاء السفارة المصرية لدى موسكو. هذه الزيارة كما أشرنا هي تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى دول تجمع البريكس مطلع العام الجاري، وتعكس اهتمام كبير لدى القيادة السياسية المصرية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي تحديدا بين مصر من جانب وبين دول هذه المجموعة الاقتصادية الواعدة. هذه المجموعة الاقتصادية تضم الآن 10 دول، كان آخر المنضمين 5 دول مطلع العام الجاري، في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بالإضافة بطبيعة الأحوال إلى الأعضاء المؤسسون روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا. السيد الرئيس استعرض حرس الشرف الرمزي في مستهل هذه الزيارة الهامة، واستعد للتوجه إلى مقر إقامة سيادته إذانا ببدء فعاليات هذه الزيارة الهامة التي ستشهد مشاركة السيد الرئيس في اجتماعات البريكس والبريكس بلس، ويلقي خلال هذه الاجتماعات كلمتي مصر الهامتين أمام هذه الاجتماعات، يستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية وتحركات السياسة الخارجية المصرية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعيد أيضا تعزيز صوت الدول الجنوب والدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القضايا
الملحة المطروحة على أجندة العمل، سواء العمل الإقليمي أو العمل الدولي بشكل عام. على هامش هذه الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس، من المنتظر أن يجري سيادته عدد من اللقاءات الثنائية التي تجمعه بعدد من الرؤساء والقادة والزعماء المشاركين في هذه الفعالية الهامة، في مقدمتهم لقاء هام سوف يجريه سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار وتواصل التعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وروسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من اللقاءات سوف يجريها سيادته مع عدد من الرؤساء المشاركين في هذه الفعاليات، من بينهم الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الجنوب أفريقي، وأيضا عدد من رؤساء المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبين هذه الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة الاقتصادية. تجمع البريكس كما أشرنا أحرز نجاحات متلاحقة في الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد تعزيز أطر التعاون بين دول المجموعة في عديد المجالات، وربما كان هذا هو الحافز لعدد كبير من الدول التي أعلنت وتقدمت برغباتها للانضمام إلى هذا التجمع. في هذه الأثناء يغادر موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض مطار كازان، متوجها إلى مقر إقامة سيادته وسط العاصمة التتارية كازان، استعدادا لمشاركة وبدء مشاركة السيد الرئيس في هذه الاجتماعات الهامة التي تأتي بصفة رسمية.